السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. لين أمر هالدقيقة متعايز 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 إلى أبعد الحدود. عيال من صباح الله خير، وأنا متفيزر من الساعة 9:30 وأنا من يلا على شبريتي وطالع ساير وياي وقر المسجات ومني ومنك ورسائل وأشاتي وباتي، ولا من يجيب ولا من صديق. المهم ولا نزلت ولا سناب، قررت اسوي يوم الا. المهم كلمت عاد المنهل اقول شو رايك، قال لي انت شو الك خاطر تعمل سنابات اليوم ولا بدك تريح؟ قلت له انا حين متصل في حق تساعدني اسوي يوم اوف ونسوي يوم لا ولا ننزل سنابات. قال لي انت شو الك مزاج ولا ما الك مزاج؟ قلت له انا يعني متصل اسالك تسألني، أنا أريدك تجاوبني، شو رأيك؟ قال لي والله رمضان ومش ضروري تسوي سنابات طويلة كتير، لكن ما تبطل من التنزيل اليوم، التنزيل منيح والناس قاعدة في البيوت. اتغرب الله تكفى عسبتي، ابتديت أول سناب هذا هو اللي حين بنزله. وصبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور، مساء الورد المنثور خلطنا الصبح بالمساء. هذا يعني معناته دمج. هذا شرات يوم بتدمج حد من الربع، يعني ما تخلي ربعك كلهم عقال ولا كلهم ينن ولا كلهم خبايل ولا كلهم من ذو توجه واحد، لا انا دامج الدنيا دماج. العدل بالمايل الخبلة بالمحتاس ويها المعوق الزين الخسف العبرة العالي من كل شرائح المجتمع. أنا وشو السبب اللي خليني أنا مخالط جميع شرائح المجتمع؟ الدنيا أبوي أخذ وعطاء، أنك أنت بتخلي صدقانك نوعية وحدة بتين، لكن لازم أنا كل حد أبوي عاطلنا جسمه، كل حد من الصدقاني من ربعي عاطلنا جسمه. وسبه أن طالت عماركم، أنا لا أخلو من أني أنا في حاية المينون وفي حاية الدكتور وفي حاية راعي الدين وراعي الطوع وراعي الفقه وراعي المرايل وراعي البر وراعي البحر وراعي كلهم هايل، أنا ما ألقط الدورة منهم، فأنا ما أصبر من هالجماعة كلهم أعشقهم، كل الناس أنا أحب، فلذلك تلقطني أرحب وأفرح بشوف كل الناس جميع وظائفهم جميع مناصبهم جميع عللهم زينهم شينهم. أنا بتخيل أنا بصادج بس عقال بين، بصادج بس مينن بعد بين، بصادج بس إلا دكاترة بين، بيضربني شرات التوحد إن شاء الله حدني ماشي شرات. إنك أنت تخالط العرب كله حق تاخذ من كل بستان زهرة. منو ضايق بدهات هذه طالت عمارك أم محمد داقة تليفون في العين من يومين، إن شاء الله حين بتي الفطور، كان عندها مواعيد وعندها أشغال وما أدري شو تزين وتعدل في بيت العين. أقولكم هي هلا ما تروم أنت تخلي لك الحين نمونة واحد من الربع غدو أنت مهم تجيل، وبعد أنت الأهم شيء هاي فئة المدحب والمينن هاي الوايد ضروري أنت تحافظ عليهم. والله عندي كم واحد ينهم أفلام وشي بعد عارف سطوط وشي عارف بخلا وعارف ناس مدحبتي غير نمونة يفلطون في الرمسة وناس يعني عسب يكون عندك خليط أنت من الناس اللي تستفيد منهم. ترى حتى الخبل أنت تستفيد منه، كيف تعرف عمرك أنك عاجل إذا ما شافت خبايل؟ كيف تعرف عمرك أنك أنت كريم إذا ما جاء صادقت بخلا؟ كيف تعرف عمرك أنت فنان وأنت ما شفت عبر؟ لازم اللي ما يعرف العدل من المايل لازم يكون بخالط الناس كلها حق تعرف العدل من المايل. الفود تيستر هذا اللي يتفوق اللي يطعم يبون متذوق الأطعمة متذوق الروائح الزينة خبير الأزياء المصمم، هذا لازم يكون عنده خبرة. كيف تكون عندك خبرة وانت جالس في البيت ميلس بين 40 يترات؟ ما يستوي. اللي تخبر عن البريهة هذه، هاي بريهة حياة محمد رحمة الله عليه، رحمة الله عليك يا محمد بن خالد الله يغفر له،
الله يغفر له، هاي بريحته تامة فوق الرأس على كل يوم، كل يوم أشوفه أنا وأمه، هاي بريحته رحمة الله عليه، توفى في عز شبابه، سبحانك يا رب، 28 27، الله يغفر له ويغفر لعيالنا وعيالكم عيال المسلمين أجمعين، يجمعنا وياهم في الفردوس الأعلى، إنك تغفر له، إي والله في عز شبابه رحمة الله عليه. مرحبا بمحمد بن خالد، مرحبا مرحبا بنظر العين في الديت شبدك أنا يا حبيبي أنت، يا ربي كم في ولا عليك طالع. سلام عليكم عبد الله، منو هاي ظهرت لي؟ مني هاي اللي ظهرت تسلم؟ متابعين يسلمون عليك. عليكم السلام، ما شاء الله في مكة. طالعين تونا من المسجد. ما شاء الله ربكم. مرحبا مرحبا مرتقبل الله طاعتكم. الله يحفظكم ان شاء الله، ما شاء الله ما شاء الله. وين شفتوها ام عبد الله؟ بالمسجد. وين شافوني؟ بالتسكو. اتحرش يا ست طلبين. ما فيك رمضان رمضان. تقبل الله طاعتك يا ام عبد الله. وين اختفيت؟ هذا موجود بخير الله يسلمك. طيب ام عبد الله، كل الناس يتخبرون عنك وكل الناس يسلمون عليك، سلامك كثير. الله يحفظهم يا رب. انا اوجه رساله وتهنئه حق الامهات كلهم في ديتهم. مبروك عليكم يوم الام ان شاء الله اليوم. يبارك فيك ان شاء الله. طيبات وانت بصحه وسهاله، وام الشيوخ فوقهم يا رب، علم بصحه وسعاده يا رب. امين يا رب العالمين. يا رب. ان شاء الله ان شاء الله ربك بخير. مع عبد الله الحمد لله متولهين عليك، بس اكمل الحسنات تعالي. بخبرك شو اجواء جميله روحانيه ما شاء الله، كل سهالات وكل ما شاء الله نظيف وكل مرتب ما شاء الله ما شاء الله. خلق الله والله في الحرم مو مقصرين الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله، الله يدوب عليهم الامن والامان. اي والله امين يا رب العالمين. امين على امة محمد يا رب. ما شيء زحمه مع عبد الله؟ لا والله شوف، هي زحمه المغرب انا اقول لك، الشده ايه الظهر حق العرب ما شاء الله الدنيا بس الحين لا تنسى ان كل ما يتقدم رمضان يعني كل من قرب على كل ما سوت رمضان يتقدم كل ما زادت العرب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف اللي كاس حين ما شاء الله مكه الامارات الله يحفظهم. هل الامارات؟ الامارات وقطر ما شاء الله، المسجد كله نحن وهم بديتو. ما شاء الله ما شاء الله مسوينا في الافراج والمسجد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظكم يا رب. امين. لا تنسينا مصالح الدعاء، ادعي لنا ادعي لامواتنا وعندك المتابعين يبونك انت. ما في انا حشة ما ضمني البقعة انا وانت، يا انا يا انت هناك. ترى قلت لي انا حزت خلق الله ما انتبهت بيقول لي تصوير. اي والله لكن انا وايد سعيده. هذا الزين. قصة العرب. غميضه. شفت النار. ما ودي لك بهالمنظر. دفعك. ادري بك. لا والله فرحان لك يا ام عبد الله. الله تستاهل نفرح ان شاء الله في عرس عبد الله يا ربي. من هل بخير؟ ومحمد عثمان ضعف ضعف بشيرة ضعف. ضعف زين الحمد لله. اي والله خف البطن. الحين شو صلاة العصر؟ لا بعدها، الحين طلعنا تونا من المسجد. هي من صلاة الظهر. قبل شوي، قبل هي الظهر. هي. قبل بعد بعد احنا وانتم واحد عشان المنكر، هذا ساعة فرق بيننا. هي هي. شي وين انت بالاسكيمو؟ هي. ها؟ يعني انت اقول لك؟ ها؟ ارسالي انت ضعيف هني. لا زين الحين. زين؟ هي. اقول لك متبتون مع عبد الله؟ انت واحد نفس التوقيت. متبتون؟ ان شاء الله 18 18 18 رمضان. ايه 18 رمضان. الله ينور. ما تبون شيء ما تبون. لا تنسينا مصالح الدعاء بس، هذا اهم شيء. ان شاء الله ان شاء الله والله ادعيت حق صلاح يا رب الصحة والعافية وكلكم يا رب. زين عق النظارة. يا ربي ترى شمس بالساعة انا امشي. يا ربي يا ام عبد الله. ايه
هذا ما ضعفتي ابدا عبد الله ميلس. عبد الله اي والله هذاك بشنب وانت من اي شنب؟ خرب الليل. كيف سووا البنات يبي يركبون الصور عبد الشنب دون شنب؟ اي والله اي والله صدقك عبد الله بديت. اي ما شاء الله عبد الله جميل الله يحفظه يسعد حظها اللي بتاخذه. الله يسعده يا رب. امين 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 امين. اليوم وصلوا بنات بديتهم وباكر بتوصل عواش وربعها اليمن. قلت خليين البنات شيء بدو السنه ما شاء الله كلهم بنات هالصغار يعين العمر يهاليهم. ما شاء الله هذا الزين. اي والله وايد فرحنا. عبد الله انت روحكم تطوفون ولا بمطوف؟ لا لا ارواحنا ارواحنا اول يوم هي بطوف. هي. لكن اخوياك شقيت على المجموعه وصرت روحي انا عقب. مطوف يطوف بعيد انا بغير سقف الكعبه بطالع مني بعدين. هي يلا يلا يخف شيء من الذنوب انزين. الناس صيام يا ريال. انزين وانا شو قلت عاد اقول ان شاء الله انا ابو منو ما بشال الذنوب يا ابو عبد الله. ان شاء الله يا ابو ذنوبنا خفيف يا ان شاء الله ان شاء الله يا ابو عبد الله. سوت لي وحده امس من الاردن استانست على المسج حتى كبشرتك تبارك اياه. شو تقوله؟ قالت نحن اهل الاردن كلنا نحبكم ونحب محمد. سبحان الله جزاها الله خير. اي والله سلمي عليه وايد مستمتعين بكم. قلت الله يا ربي يستحي. الله الله كريم الله كريم. بشير تحجزنا انا ومحمد عثمان وعلي المصري ومنهل وصلاح واسد بنصير بانكوك يوم العيد عقب ما نعيد. نحن بنصير ثاني تاريخ 10 ثاني يوم. زين ثاني وبنعيد صلاح محتاج حليله صلاح محتاج يغير. ايه بنسوي له فل تشيك اب منه ابو محمد عثمان طلب تعسره يبا وانه يبدل ركب يتحرك تبدل ركب بيومين. اقول لك الدكتور اللي سوالي انا ممتاز هناك في نانا هي شو مستشفى الملك خلي على الاقل يكشف عليه عرفت انت شو تسوي انت تعرف شو يبغي انت يبغى علاج طبيعي يبغى فيتامينات انت بلي اركب الحين شايل اركب جداد لا فضيحه انا ايش لي ارمس لا مسوي لك عمليه تركب لا لا مسوي بس فحوصات وتقويه حق العظم كيف قووهن انت حد يقبلك سد والله حد يقبلك سد الله يعود السالم غانم يا ام عبد الله تولى هنا عليك والله يا ام عبد الله اي والله ان شاء الله ان شاء الله برد وبتونا ان شاء الله بنيت لازم نحضر بن بني عبد الله ابو عبد الله ترى يا ابو عثمان انزين شو نسوي ترى يوم زينا مسات ترى انشغل اي عايض سحوال عايض حليل بخير وسهال عيون اعتدن وكل ما في زين ما شاء الله عليه قول له حلواك حتى مكه وصال ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مبروك هالرجال مبروك وحليله ما خلينا ما شاء الله قد ما وزعنا وشليت جبتني مكه ما تقصري يا ام عبد الله وايد لذيذ وايد لذيذ الله يعطيه ويرزقه يا رب امين امين يسلمك عود السالم قائم سلمي على الحرمات اللي وياك كلهن يا ام عبد الله مره ما خصلت حد ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يا ام عبد الله قادمات تشاهدين انزين ايه بعد ما شاهد لا اسم الله عليك لا اسم الله عليك كل ما في زين يا ام عبد الله فنانه الله يحفظك الله يحفظك قالوا تهادوا تحابوا قالوا يوم ما عندك عسل ريجك عسل هذاك عاد يوم ما عندك عسل يوم عندك الكوكن ملككه تعال ابوي سالم الشعيبي يهدي يهدي من هالنمونه ذهوب والماسات ذهوب لين يوم الذهوب يبا مجنجو ذهب الذهب الذهب الله اكبر الله اكبر طالعوا يزيق عقل اللي ما يزيق عقله من ما تعرف علينا الحين الناس يوم تسير على حد ودوا شيء دلة قهوة ولا شيات وياهم ولا حلويات ولا فواله كان الناس اللي مقتدر بتزور عمه ولا خاله ما تسير يد قدام ويد وراء قماشة انا صراحة بطيق ميتة من زمان انا مشغوله وتعرف انت ليش ويوم حديث شاء الله حليل ويوم بحضر عليها وفرحتها بي ما تستاهل اني اخذ لها صيغه لا والله تستاهل ونص حطها في رقبتك فرحتها اليوم اي نعم تستاهل كم يسوى كم يسوى لنا في دعيلك وهذا على فكره هذا يوم بتزور حد من زمان ما جيت حبي البارحه سايب اليوم بتي ويوم بتي لابستها شو بدك تقول مريه قماشه مريه قماشه والله يستاهل اي نعم هذا من الموروث من الموروث بالله رمز الموروث الموروث قول وفعل الموروث يوم بتسير على حد وانت الله مرهي عليك وعندك شيء ما بغلط انك تشل
تلي صيغه تودين حق امه حق خاله بالاخص اذا ما عندهم سالم الشعيبي. يا سلام. وتاخذين حق الاوليات تاخذين هذا حب الشعير، وحب الشعير جميل وفنان، وتقدر تلبس الحرمه ليل نهار ما له وقت معين، شيء من الحريم الاول يرقد به حتى حب الشعير. ما تعقب من رقبته. اي نعم. ما تعقب من رقبته. كبار ولا هون؟ اشكر فنك. إيه. ما تقص الا السمين ولا تقص السكين اللي من قول صابها. عاشت. يا رب الله يسلمك. يا مرحبا يا ابو. كم بتاخذين كم وحده؟ باخذ 2 حق امي وحده حق عمتي. ملبوس العالم. الله يسلمك. ملبوس العالم. رحت بالحي رمضان. اي نعم. يلا ها. ناخذ هذه 2 حق الشعير. يلا نبسع الفنان. لا من مقصر معاه. كل شهر بمحمد. ما شاء الله عليه. ما تحوش فلوس إلا ما شاء الله عليه. إلا إذا ما يطر أسد روي. ما أخذ اللي عندك كل شهر. ما أوقف عن أنا ما أعرف. كل شهر هي معي. ما أعرف. لو شو ما أشوف السناب، لو شو ما يسوون، لو شو ما يراموني. برجع إن شاء الله. ما يوزي لي غير من عندك. وين برجعنا؟ برجع إن شاء الله يومين بالضبط. برجع يوم الخميس. تستاهل. لا والله. في راس كاملة. مخيوط الذهب. لا اوردر خاص، اوردر خاص ليها والله. ردينا الاول، انا دوم احكي الاول. توافي من الثياب، من الدك، من الشغل، عند العيط ابوس مره كل شيء. انت ما قالت لي بنصير نصور؟ والله يا مرحبا. متى بتجي؟ يلا زين. حرام ولا فلحني الباب اليوم ولا ظهرت الحين. الحين ظاهر. الحين ظاهر. ايها السلام عليكم، كيف الحال؟ استلم الشيخ. شو اليوم دياي ولا لحم؟ يا سلام ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، عليهم بالعافيه. ايها الله 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 الله، روح شامبي روح روح روح، ما شاء الله عليك. شو اخبار؟ هذا بس عاد مصروف غاز. ليش؟ ايه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هذا اتقاع طارت عماركم بالدبس شيء طبيعي. هاي البكوره هاي السمبوسه وعليهم بالعافيه. ما شاء الله بعد؟ يا سلام، هذه حينه اللي يحضر هذا الشيء حينه عنايه، يبي يرويكم كيف يتفنن يعني. اي انا ما شيء دريول ولا ما ادري، كلهم ابوي كلهم يشتغلون في المطبخ. بعد الله الله الله، شوف انت شوف ترى غلطان، انت مغلطان، اللي يحط السمسم بمهنهن، لازم السمسم يكون حمر. كيف الحال؟ وين أرباب؟ منو عنده؟ زين. هيا باكورة من الفنانة. عليهم بالعافية رانا طيبين. يلا أربعة شلوا اليمل، اليمل ما شلهم، أربعة شلوا اليمل، اليمل ما شلهم. الله يلا روح 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 يلا. وين المضرب؟ وين اللي بيضرب الهريس؟ وين اللي بيضرب الهريس؟ يلا عناية، يلا كلكم ثلاثة ريال، ثلاثة نفر، ما عليه واحد دقيقة بس، يريد عشان فيديو ثلاثة نفر. ورا في خلي يولون هاي. أنت غير، أنت غير، تعال يلا. ما شاء الله ما شاء الله، روح 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 روح. إيه ونعم. اضرب ما تضرب، اضرب ما تضرب. عاش 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 حفيظ، عاش رحبيط، عاش حفيظ. عناية روح 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 عناية. رشيد 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 رشيد. عناية حفيظ، عناية حفيظ، عناية حفيظ، رفيظ رشيد حفيظ، رشيد حفيظ. روح 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 روح. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. روح. ظهرت اليوم ولا فلحني الباب. الله الله يا ابو محمد، الله يلقري اليوم، يلقري يلقري يلقري. فنان ابو محمد، ما عليكم انت فنان، حتى في لبس الرياضه في كل شيء فنان. عيني عليك بارده.
اليوم الزراعة ما جت، اليوم في نهار كانت شوية أوضاع. الذكريات الحمد لله على كل حال بخير وسهالة، وحين كلي نشاط وكلي ما شاء الله حيوية، وإن شاء الله أني ساير أمشي. الحين اليوم على ظهر من الوقت 5:45، يعني بأخذ لي ساعة كلها سيرتي إن شاء الله بتكون ساعة، من 5:45 لين 6:45. شوف اليوم ما شاء الله شامي، خليت يكمل الباقي، سوى اليوم كل المجموع 60 ترقيدة هوائية، 60 كلهن 60 اللي سواها ما شاء الله، 60 ترقيد هوائي بس، خلاص بس عليها للصدقان يعني ما شاء الله، أنا صدقاني وايدين. وكذا شوف الطلبات ما أكثرها ربعي صدقاني، أبو محمد الله الله فينا، أبو محمد الله الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف تين تبارك الرحمن ناجح، تين التركي هذا الحمر ناجح فوق ما تتخيلون. إن شاء الله بتيكم أخبار طيبة وجميلة إن شاء الله عما قريب، إن شاء الله أخبار تفرح الخاطر وتسعد القلب، إن شاء الله في أخبار وايد حلوة. بشيركم حجزنا، خلصنا الحجوزاتنا اللي حق بانكوك. السير بتكون مكونة من فريق العمل، خالد الخالدي، صلاح الخالدي، منهل، محمد عثمان، أسد، صلاح، هي خبر، وعلي المصري حجزنا له بيصير ويانا. علي المصري، محمد عثمان، صلاح، خالد، منهل، أسد، كلنا 6 أشخاص. إن شاء الله بتكون سيرة جميلة وفنانة وموفقة إن شاء الله. اليوم طالت عماركم، مشيت من فريجنا لجدة مستشفى شو اسمه برجيل، وانا يا وانا ساير هين هالطريق، هذا الطريق كله ما شاء الله عليه، ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. السلام عليكم، كيف حالك؟ ما شاء الله، هلا شيخ، ايش حالك؟ يا ربي مغلط راسه، شفتوا كيف مغلط راسه؟ الله تحرى، لابس انا ولا شيء على راسه، بسفرة سودة ولا شيات ما شاء الله، هذا حتى ترس ما يدل البيت. طب هذا طارت عماركم الهارد ريت، دقات القلب 126، 75 دقيقة، 6.5 كيلو، باجي حين يمكن 500 متر نص كيلو، يعني بوصل 7 كيلو، بيدن عليه المغرب ونجري بالبيت. طال عمرك يا ابو عبو، طال عمرك يا ابو عبد الله، هاي جسر من عنبرة الزرق البارحية. نحطين حين هذا اول شيء، سيارات عود انتي فوقها العنبرة، رياض الجنة يا أبو عبد الله، طال عمرك يا خليفة، مشكور يا الحبيب يا الورد. Good evening. السلام عليكم. ما بتحبني؟ شو هذا؟ فور هو؟ مو أنا. أنا؟ ما بتحبني؟ أحمد مين؟ منو؟ وليتي. ولد أحمد؟ إيه. داخل. أنا خبرني. قصيرت تذاكر، خلاص أكلت تذاكر موجودات. إيه. أنا وأنت. إيه. محمد عثمان. منهل. أسد. إيه. علي المصري. علي المصري بخليه من فوق، من مصر لهنا. ما بخليه يبغى بي يطير ويانا، بنخليه يطير من مصر سيدي يجينا هناك. عافية. يجلس لنا أسبوع ومن هناك يرد بلاده. عافية.
انت شو بلا حمد؟ انا كل احمد. شو تبى احمد انت؟ انا كل عيد ولا شيء خصلي. لا الو how many minutes he walked today؟ 30 minutes but inside the house so every 10 minutes every 3 times a day. ما شاء الله ما شاء الله good. Then شهادة أو مساج feet and knees ها بخير انت صلاح حبيبي تبقى هو انت قبي اذا في جانب هذا فين يا صلاح تفضل انا ابي رحمك الاحمد احمد في البيت احمد هذي صلاح احمد جاي شيء حمار؟ يا فيليب شو اسمه؟ لاني وين؟ يا دكتور لاني وين؟ صغر منو تبى لاني وين ولا لاني تو؟ لا لا تو شو حمار إن شاء الله هذه منو من هاللاني وين ولا لاني تو؟ تو هذا تو تين أنت يور لاني تو؟ أيوة أنت لاني تو يلا خلي هذه لاني تو باجي الحين لاني وين يبغى شجر؟ لا ما في. إيه لا. لا تحرج عمرك عادة. هاي لاني تو. باجي لاني وين؟ وين تبيته أنت الشاي؟ لا 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 لا. وين تبيته؟ إنه غبا. ليش يا سلام؟ مو أنا. بينحرج مصراتك. مو أروح أنا. أنا سنة. بتروح أكل درب. أنا سنة خلاص. بابا كل ما فانا كم ما بس بانكوك بعد ما شيء بعد حتى انا اقول بانكوك السنه ما شيء بسير انا روحي ليش بتبوك يا بتصير تهددني بابا بابا خليني كم ما اوف وين الخميس والجمعه يوم الخميس لا شوف بعد الجمعه لا في يوم الاحد ليلك انت هي اليوم الخميس يوم الجمعه ولا الخميس بعد يا ربي أمس مصلي لي معه ها شو قمة شو اليوم قمة اليوم جمعة خليه بعد الخميس خلاص اليوم الخميس بعد قمة لا باكر السبت إن شاء الله بس بينو يا سيد يلا تبى لحمة خروف ولا تبى لحمة عيل 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 ولا خروف 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 ولا عيل 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 ولا خروف عجل بابا اسمعني عيل ولا خروف؟ خروف زين خروف ولا عيل؟ عجل شوف ارسالك على بر تبى الحمة عيل ولا خروف؟ لا خروف هذا كله لا خيبة خروف ولا عيل؟ عجل عيل ولا خروف؟ خروف صلاح خروف ولا عيل؟ عجل عيل ولا خروف؟ بس آخر مرة اثنين ألوف خيبة شو اللي تبغى أشوف شو بلاها نودي الدكتور في تايلند في بانكوك شو نقول له بتشي شو بتشي شو نقول أنا ما أعرف شو تبغى شو بلاك أنت ما هوية لا بس بدون هوية لا بفلوس هناك ما جاي هوية شو تبغى شو نقول له ضروس إيداد يعني إيداد والفلوس من وين؟ انت لا خسر انت ما انا ما يخصني وين خسر انت تدفع انت خديه انت خديه خل تدفع مو خسر خديه ها انت. اختك العوده ولا بن عبد بدريه بدري ناخذ لا لا بدري من يوم يجونه على كله خسائر علي انا ايه خسارات وين دبي انا في دبي انت دبي ان شاء الله يسالك عن التذاكر حجزت له ولا ادري خبره هو حندي ترى ياك انت تعطي المعلومه اجازت عمي صلاح اجازت لك بزنس بي اي بي لا 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 ما انت ما يبع الدالي ما يبع الدالي لا انا اجازت لعدال محمد عثمان لا معلومه جاب مليون الله لا طيب كذا ما بيخلي ياك اللي يقول لك لا ما تخليه خلاص
ليش سكن وجهه؟ هذا احمد بن خالد سكن وجهه؟ بي معاه. انت بعد انت؟ لا. تبع محمد عثمان؟ لا. منو تبع عيال؟ اسد واسد بيدز الكرسي. لا وا. انا بدز محمد عثمان. بنحط كراسي اثنينه. كلكم بويلتشير، انتم محمد عثمان. ساير بوينا بإعادة تأهيل. مصابين عندي. شو النظرة؟ لا لعيبة مصابي. شو تمرينا اليوم؟ السلام عليكم. إيه. واليوم أبو محمد أسبوع غايب عني الحين. إيه. نسوي شامل إن شاء الله. إن شاء الله. صدر وكتاف وظهر إن شاء الله. كلهم. كلهم. تريبل سيت. كل التكرار. تريبل سيت كله تكرار إن شاء الله. بدون أوزان. أوزان خفيفة شوي. إيه اليوم أول مالي خاطر. أول جولة بنشوف شو الأمور. الأمور مزبطة أوكي مو مزبطة. أشوف الشعر شعر كي. الله الله فنان وش فنان فوق على الفنان الله يحفظك ابو محمد. هذا ابو الكل ساين قطر، هاي الشحنة طنين ونص جايينكم لين قطر من دهنة ومن الزار ومن خلاصة. هم تحمل وعليك اللي ما تضيق. هلا بيس مساوك مساوك. ها كل بركات رمضان، كل بركات رمضان، كل ما تلقطونه في تطبيق رفيق. كل هذا الدهنة والمزار والخلاصة، الدهن والمزار بيع ومشترى، والخلاصة فوق البيع على ما قالوا هالمصر فوق البيع. هذا ابوي طن ونص دهن عربي زد بقر على بطن وظهره ذواب رقم واحد، ريحته تضرب في خمرة الراس. والبزار بزار عربي مغسول ومهبوب ومحموس ومهنهن ومعدل ومطحون ومشيس ومقرطس، وبيوصلكم لين عقر داركم هناك يا اهل قطر. يا جنكم الخير يا جنكم الخير. الحق ما تلحق، الحق ما تلحق. طنين ونص، طنين ونص جايات من غير اللي بيلحقهم عقب. الخير فضيل، الخير فضيل، الخير فضيل. حمل ما تحمل، حمل ما تحمل. الحق الحق على زيد، الحق على زيد، الحق على زيد، الحق على زيد. حمل ما تحمل. هلا بيس، هلا بيس، هلا بيس. جبرتشب. هلا بيس، 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 هلا بيس. روح 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 روح. عاش حبيب قطعانة، عاش شامبيه، عاش ابن عيال، عاش. خدمة رقم واحد، فنانة خدومة من الخاطر، من الخاطر للخاطر وللي في الخاطر. واشتلت من دار بتوصل ديرة، من دار لين ديرة، من الإمارات لين قطر. خدمة اليوم يقول لك خدمة من القلب، هذه الخدمة اللي من القلب وموجودة عندكم. خبرناك بطريقة الطلب، شو المكونات وشو العلم وشو الخبر وشو أمور بزارنا ودهننا اللي عندكم. دهنة الخالدي والبزار كل موجود بي عندكم، وإن شاء الله في المستقبل القريب بيكون هذا فاتحة خير بيننا وبينكم. وإن شاء الله بويا رفيق كل شيء يكون فيه خير وفيه هدى وصلاح. وإن شاء الله أوعدكم أن الستور هذا اللي تشوفونه بيكون فنان مميز، حال حال الستورات اللي عندكم رفيق. لكن أكيد أنا ستوري بيقضي فيه شوية على رأس ريشة على مكان. تلحلحوا عيالي وقالوا ابوي ترى اليوم يوم الام، البنات والاولاد الحين ما بالله، البنات البنات والاولاد الكبار والصغار، اليوم يوم الام، نبي ناخذ هديه حق الوالده. قلت انزين خذوا له. لا
لا لازم انت ليه تدفع الفيزات الحين انتو هي امكم انتو ولا امي انا هلا امنا قلت خلاص انا لا هذه امكم انتو تاخذوا لها الهدية انا ابوي ما يخصني شارك ويانا قلت لا انا شارك يوم هدية امي وامي رحمه الله عليها توفت انا ما عندي حين ام انا يتيم انتو عندكم ام وتعبلوا منها سار ابوي روح ذا اللي خذ صيغة واللي خذ كيك واللي خذ ورد واللي المهم سلمت أنا أبوي لا شاركت لا في هدية ولا غير هدية قلت أبوي أنا ولا هدية أمي روحي أنا روحي رحمت الله عليه لين توفت وأنا ما أخلي شيء ما أسوي أنا وأخواني وخواتي أنتوا حين هاي أمكم بتهدونها هدوها بتعطونها أعطوها بتأخذوا لها ورد تأخذوا لها كيك على هواكم أمكم أنتوا أنا مش أم عندم عبد الله وصورنا لكم دوري العود هذا للي بيطلب كميات كبيرة من المعمول مثل ما تعرفون قلت لكم أنا استحوذت على مطبخ الموضي كامل طيب طالة عماركم شيف سورية من سوريا موجودة فقط هالأيام حق شو هاي شغلتها فقط تسوي معمول المعمول اللي تسوي ثلاث نمونات هذا غير عن أي معمول أنتوا شو طعمتوه بحياتكم ما طعمتوا المعمول اللي أنتوا تعرفونه غير عن المعمول هذا هذا شيء آخر عالم آخر يعني ما يقولون دبي عالم آخر هذا معمولنا نحن عالم آخر المهم نمونة طالت عماركم بالجوز ونمونة بالفستق ونمونة الثانية مشكل جوز مع فستق لذيذ إلى أبعد الحدود فوق ما تتخيلون ريح تتضر في قمرة الرأس أولا ثانيا نحن خليناه بشيء للشو للي بيطلب يبي يودي حق حد بي حق طيارة حق سفر شرق غرب بيهدي حد بيودي الحد على هو لذيذ بطريقة ما تتخيلونها عدلنا وزينا الباكيتات وطلعوا مشروع في منتهى الروعة ولذيذ إلى أبعد الحدود بتعطي حد هدية بتجسم ولنا شيء فنان نمونة بالتمر ونمونة مشكل ونمونة بالفستق المشكل مثل ما قلناك عبارة عن فستق يوز وشيء روحه فستق وشيء روحه يوز وشيء بالتمر وكل واحد منهم ما يخصه في الثاني من حيث الطعم والرائحة والعجينة فلذلك معمول في منتهى الروعة عبارة ما تتكلتوا معمول شرات هذا شو تبوني أطعم لكم هذا واحد شوفون هذا مشكل شوفوا هذا شوفوا هذا واحد يوز واحد فستق واحد تمر وهذا طالت عماركم كل تمر وهذا كله فستق يعني واحد مشكل ثلاث نمونات فيه اللي فيه وانتوا عاد على هواكم تطلبونه اللي تطلبونه هذا اللي بالتمر مثل ما تشوفون ما بتلقط ولا وحده فيها عفص ولا شيء جرم طايح ولا شياتها من أرها وهش فنان ها مجنوز شناس التمر من افخر انواع السحور يجيب العافيه المهم مهير خبرني شو اللي يازلك اكثر البستاشر الله هاي هذا انت خط نقبيت من فوق هاي تبطل عن هالنمونة صدق انك جنقلي ما اعرف هاي تبطل هاي تبطل شفت جاي حشوة غنية والله انه متعب اللي هي هي متعب وين اشكر فنك هذا للبيع ابو محمد هذا محمد هذا شو داخله هذا يوز وهذا هذا فستق ايه شيء فنان وهذا بالتمر اورجانيك كله اورجانيك وكله هوم ميد يا ابوي روح 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 والله يا الجوز والفستق عجب ولا لا واقول لك حرمه شف ميوبه والله من سوريا مخصوص هالايام بس شف شوف شف ميوبه من هناك لهني جاي فقط لايام العيد هذا شوف ايه شيء فنان روح يحيى روح الله 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 يا يحيى ما شاء الله عليك يا يحيى ثانك يو يا يحيى قوم يا اخي تعال مهير طالع الداري شوف مهير حد من العرب تلقط الناس دمها قربه وتتريى شوفه وتفرح تفرح لقدومه ويفز قلبك يوم يجي طاري هي سر الناظر منو هذا هو الشخص الكريم
لو يكون إن شاء الله من وين يا أي بلد، المهم بدون لا يخصنا لا في نسب ولا اسم ولا أصل ولا فصل ولا جنسية ولا مذهب، لكن دام كريم كل اللي بقى يقربه كل القطع عالم كل قربه، وحد من العرب تلقطه من أنسب وأعرق الأنساب، وتلقطه وحيد ينق انسافر وانسار ونيا ونيلس روح تحرى أرضي. أيوة في بعد عندك شيء على كرم، على كرم يا فرق هي ما عليه لك، المهم إن فيه خصلة الكرم كل كل إناء بما فيه ينضح. ينضح نعم. ها ما تنقز إلا السمين، نحن طريق الكرم بصفة عامة، لكن البخيل لو تلقطه والله تلقطه روحه معتزل بروح ما حد قربه، هو بروحه ما يداني عمره. هي والله سبحان الله سبحانك يا رب والله عجبه. نعم عجبه نحب الكريم. الله أكبر الكريم أبو محمد داني إلا كريم، ما بضروري يعطينا، لو يعطي غيرنا لو يعطي الناس شرق وغرب. كريم حد من العرب يقولون والله فلان يوم ما عنده عسل ريجه عسل، هذا يطرون عاد انه اللي ما عنده ويتكيرم يتكيرم بالكلام الطيب، ما شيء مشكله. ها لكن حب العرب عند مليارات تلقط لسانه بس حلو وما شيء من وراه فايده، ما شيء بهانس ولا شيء، عدو ما ينفعك مثل عدو ما يضرك، صديق ما ينفعك مثل عدو ما يضرك. فرق عيد هذا. يا سلام يا سبحت لما ترجع عود يحيى خليها تكسر تعود طول، انا انت بعد تريح انزين مهيئ. شو العلوم شو الاخبار؟ العلوم طالع انا بحياتي يا مهيئ ما شفت راس هنمونه نظيف بحياتي، استويت وخلجت من يوم صبروا بحياتي، ها شوف بحياتكم شفتوا هنمونه راس؟ لا فلع لا زلق لا 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 تالون لا بثرة لا يرح لا فلفوصة ولا شياته. انت وين عايش؟ انت توك مولود شو مشكلك انت؟ حتى القشرة ما جي لا قشرة ولا شياته راسي لقها. ها ها تحرف اقول ما شاء الله والله اقول ما شاء الله خليفة مشكور مشكور والله. يا سلام يا سلام يعود الأكرام يا سلام. شو بتدخن الحين لا راس ولا شياته؟ اللحية 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 خلاص اشكر فن اللحية بعد شو الله يعطيك من ريح الجنة ان شاء الله يا ابو محمد. يعطي ابوك راعي العود ولا انا ما بحب جسر هالمتن العود الله يبارك. اي انا ما بحب جسر هالمتن ما تهون علي اكلت ما ابو كله والله هني يوم اقول لك الكرم ولا شو تقول؟ اخ زين قول لي شو الاخبار؟ صافي ابو محمد اللهم لك الحمد. ايه ولا تقول لي ركبت القطار من مكة للمدينة؟ هي السنة طافت ساعتين ورب. إيه شيء فيرست وشيء شيء كنوم. وهذا بكم وهذا بكم؟ كانت تذكرة بحيدة 290 300 ريال الفيرست بس السيرة. إلا السيرة لأني أنا بعد طرد من المدينة رديت في ضبي. أيوة السيرة 300 بس يا حي أبرك على السيارة أريح وما شيء كلاف ولا شيء تعب وشيء عندك بعد نفس السوبر ماركت داخل حق شاي قهوة يعني أشياء سناكس والأمور هذه.